النهاردة محكمة جنايات قنا والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط قررت إحالة 25 من المتهمين في أحداث الفتنة بين قبيلتي الهلايل والدابودية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. بتضم القضية 163 متهم بقتل 28 شخص في الأحداث التي وقعت بين عائلتي الهلايل والدابودية بأسوان، واللي تم إنهاء الأحداث بالصلح فيها بين الطرفين. المتهمون ميسرة هلال أبو يزيد محمد، علي بليلة عبدين محمد، عارف صيام حسن نوي، عثمان كابوش، عثمان علي وشرطه عثمان السوداني، محمد جلال، محمد عبد الكريم وشرطه كامل، مصطفى حسين محمد علي، محمد مصطفى حسين محمد وشرطه حمادة، طه عارف صيام حسن، محمود أحمد بشير عباس، محمود حسين الدابودي، عبد المحسن جبريل محمد علي وشهرته محمود كرم، إبراهيم محمود أبو بكر عادل وشهرته إبراهيم عادل، محمد محمود أبو بكر عادل وشهرته ميدو، أحمد جمعة أحمد دبديل وشهرته أحمد سعيد، أيمن عبد الستار همام إمام وشهرته أيمن صلاح مول، مصطفى عبدو أحمد محمود وشرطه مصطفى زرزور، محمد عرفة أحمد وشرطه محمد عرفة أبو كلام، سعودي محمد طاهر وشرطه سعودي السني، علي محمد توفيق علي وشرطه ناجح طخطوخ، علي محمود أحمد محمود وشرطه علي أبو كلام، شاذلي عبد الحليم جاد موسى وشرطه شاذلي حليم، سيد بحر أبو بكر خليل، سالم صبور سالم عبد الرحمن، محمد صبور سالم عبد الرحيم وشرطه القاضي، محمود رمضان سالم عبد الرحمن. قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإفراج الرأي.